الوقت الذي تولت فيه المرأة المصرية منصب وزيرة في أوائل الستينيات، وفي الوقت الذي حصلت فيه المرأة المصرية على حق الترشح والتصويت في الانتخابات البرلمانية بموجب دستور عام 1956، جاءت حركة المحافظين الجدد خالية من المرأة باستثناء تعيين 3 نائبات ل3 محافظين فقط في القاهرة والجيزة والأسكندرية، الأمر الذي أدى لاستنكار المركز المصري لحقوق المرأة الذي اعتبر هذا القرار إنكارا للقدرات الإدارية والسياسية للنساء. منظمات نسائية كثيرة أعربت عن استيائها من هذا القرار، خاصة وأن المرأة تستطيع أن تعمل بجدارة في هذا المنصب مثلما أثبتت نجاحها في منصب الوزيرة والنائبة والسفيرة وغيرها من المناصب الهامة. السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أعربت عن أسفها لعدم تولي المرأة منصب المحافظ، مؤكدة على أن المرأة المصرية التي عانت طويلا ستؤكد بخبراتها ومهاراتها أنها قادرة على العطاء للوطن مثل الرجل تماما، وأنها ستكون محل ثقة القيادة السياسية. تقارير إعلامية قالت أن عدم تولي المرأة منصب المحافظ يرجع إلى التقاليد التاريخية، حيث جرت العادة أن يتولى الرجل منصب المحافظ، كما أن الجمعيات المدنية والأحزاب الموجودة بمصر غير مهتمة بتدريب المرأة على ممارسة المهام التنفيذية الصعبة التي يقوم بها المحافظ. وتقارير إعلامية أخرى قالت أن تعيين نواب المحافظين من السيدات جاء لتأهيلهم تمهيدا لتعيينهم في منصب المحافظ لمن تثبت منهن الكفاءة اللازمة لهذا المنصب. الأسباب متنوعة وكثيرة، لكن متى ستتقلد المرأة فعليا منصب المحافظ؟ ريم سمير، الحياة اليوم. مرحبا بحضراتكم مرة تانية في الحياة اليوم، ويمكن زي ما شفنا التقرير عن تعيين نائبات للمحافظ، هذا القرار اللي فوجئ الجميع مع إعلان حركة المحافظين الأخيرة بتعيين 3 نائبات للمحافظين، هن الأستاذة جيهان عبد الرحمن نائبة لمحافظ القاهرة، دكتورة منال عوض نائبة لمحافظ الجيزة، والدكتورة سعاد الخولي نائبة لمحافظ الإسكندرية. هذا الاختيار طرح العديد من التساؤلات، هل اختيار النائبات مؤشر لتولي المرأة منصب المحافظ اللي بيشغله الرجال من بداية عهد المحافظين وحتى اليوم؟ المنظمات النسائية والمجلس القومي للمرأة، الجمعيات المعنية بشؤون المرأة أيدوا اختيار 3 نائبات من السيدات للمحافظين الجدد، ويعتبروه خطوة إيجابية على الطريق الصحيح من أجل التغيير وتحقيق المشاركة الواسعة لكل فئات المجتمع وعلى رأسها المرأة والشباب، وأن تدرج المرأة في الوصول للمناصب القيادية بالدولة بالكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية وكسب الثقة. احنا معنا النهاردة مشرفينا في الاستوديو 2 من نائبات المحافظين الجدد، الدكتورة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، مساء الخير دكتورة سعاد، والدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة، مساء الخير دكتورة منال. أنا برحب بحضراتكم في الحياة اليوم، لكن اسمحوا لي قبل ما نبدأ النقاش، جالنا بيان عاجل من حزب الوفد، هقول مضمونه ردا على ما أثير في بعض وسائل الإعلام من لغط حول موقف تحالف الوفد المصري والمؤتمر من قائمة في حب مصر. نود أن نوضح الحقائق التالية: أولا، أن الاتصال الذي تم مع اللواء سامح سيف اليزل بخصوص التنسيق معه في قائمة الإسكندرية كان قبل فتح باب الترشيح ب5 أيام، وقبل أن تتضح معالم وخلفية تشكيل القائمة التي يمثلها، وكنا سعداء بمنافسة هذه القائمة لقوتنا في قوائم الجيزة والقاهرة والشرقية، حيث كنا على ثقة من قدرة قوائمنا 3 على الفوز لقوة مرشحيها وحسن تمثيلهم لمكونات القائمة من محافظات، إلى أن فوجئنا بأن قوائم في حب مصر قد تم اختيار أعضائها بمعرفة بعض الأجهزة السيادية في الدولة. ثانيا، كان لزاما علينا في هذه الحالة أن نلجأ إلى الهيئة العليا للوفد لأخذ الرأي، وتمت دعوة الهيئة العليا للاجتماع يوم الأربعاء 11/2/2015، ووجه الوفد رسالة إلى السيد رئيس الجمهورية عبر صحيفته وبوابته الإلكترونية يوم الاثنين 9 فبراير 2015، يعبر فيها عن قلقه من الطريقة التي تم بها تشكيل هذه القائمة والتي سوف تؤدي إلى انقسام سياسي في وقت نقف فيه جميعا صفا واحدا، وسنظل مهما كانت النتائج خلف رئيس الجمهورية حفاظا على أمن وسلامة واستقرار البلاد. ثالثا، في مساء يوم الاثنين 9/2 اتصل بي اللواء سامح سيف اليزل وطلب مني أن يتم التنسيق بيننا في القوائم 4، فطلبت أن يعطيني مهلة 24 ساعة للرد عليه،
بعد استطلاع رأي المجلس الرئاسي لتحالف الوفد المصري والمؤتمر لأخذ رأيه، حيث كنا قد انتهينا من إعداد قوائمنا. رابعا، عقدنا اجتماع للمجلس الرئاسي لتحالف الوفد المصري غاب عنه بعض الأعضاء، ووافقنا فيه على التنسيق مع اللواء سامح سيف اليزل، بمعنى التنسيق بين سياسيين. خامسا، تم تأجيل اجتماع الهيئة العليا للوفد حتى نصل إلى تصور نهائي نعرضه عليها. سادسا، التقيت مع اللواء سامح سيف اليزل يوم الثلاثاء الموافق 10/2/2015 ومعي المهندس حسام الخولي، وكان معه الدكتور أحمد سعيد في أحد الفنادق، وأخبرته تحفظي على طريقة اختيار القوائم والتي أعلنها مرشحو قائمة في حب مصر أنفسهم، كما أبديت تحفظي على بعض الأسماء الموجودة والتي لا يمثل البعض منها قبولا شعبيا أو ثقلا انتخابيا. سابعا، كان اللواء سامح سيف اليزل الذي اعتز بصداقته كعادتنا به دائما واسع الصدر، متقبلا لكل ملاحظاتنا ومرحبا بآرائنا، وطلب منا أن نرسل أسماء مرشحين للتنسيق مع القائمة، وكان هدفنا أن نخرج بقائمة قومية تمثل تحالفا وطنيا واسعا. واقترحت على اللواء سامح سيف اليزل أن تسمى القائمة القومية، ورحب بالفكرة من حيث المبدأ، واجتمع المجلس الرئاسي لتحالف الوفد المصري والمؤتمر، وقمنا باختيار مرشحين وفقا للفئات المطلوب تمثيلها بما يمثل نصف الأعداد المطلوبة للقوائم، وأرسلناها إلى اللواء سامح سيف اليزل. وفي صباح يوم الأربعاء الموافق 11/2/2015 اتصل بي اللواء سامح سيف اليزل وأخبرني أنهم قد اختاروا 20 اسما يمثلون تحالف الوفد. ثامنا، تم دعوة الهيئة العليا للوفد غدا السبت الموافق 14/2/2015 لعرض ما تم من اتصالات وما انتهينا إليه من نتائج لاتخاذ القرار الذي يحقق صالح مصر والوفد. ده البيان اللي أصدره الدكتور سيد البدوي رئيس حزب الوفد. معايا الدكتور ياسر حساني عضو هيئة العليا لحزب الوفد. دكتور ياسر مساء الخير. أهلا وسهلا أستاذ عمرو. أهلا بك يا فندم. ماذا يعني نفهم من هذا البيان؟ ما هو موقف الحزب؟ موقف الحزب هيتحدد غدا، الموقف النهائي للحزب، إنما الاتجاه العام بعد اتصالات بعض زملائي بالهيئة العليا، وفي اتصالات بتجرى الآن، اللي أنا يعني تلقيت اتصالات منهم أو اتصلت بيهم، الرغبة إلى الانسحاب من الانتخابات، لأنه هذا المشهد وهذه البيئة يعني ليست بيئة صالحة لإجراء انتخابات سياسية. أنا يعني زي ما قلت قبل كده في لقائي مع الأستاذ محمد شردي، انتخابات نزيهة، يعني هناك ضغوط في على القوائم ويتبعها ضغوط على الفردي. وأنا بكلم حضرتك الآن في اجتماع أيضا مكتب تنفيذي ل الحزب المصري الديمقراطي، ويعاني نفس المعاناة اللي بيعانيها حزب الوفد. هي ليست شكوى حزب الوفد منفردا، هي شكوى كثير من الأحزاب. النهاردة لما حزب تحالف الوفد المصري اللي بيشكل حوالي 25 حزب سياسي، هم الأكبر في مصر، يعني باستثناء طبعا لو ضفنا ضمينا المصريين الأحرار، يبقى هي دي الأحزاب الرئيسية في مصر، تمثل في قائمة بـ20 فرد فقط أو 20 مرشح فقط، يعني مسألة يعني صعبة جدا. ثم انه تكون قائمة في 24 ساعة وينزلوا يستخدموا اسم الرئيس وصورة الرئيس اللي هي شعبية عند المصريين في اعلاناتهم ودعاياتهم، وانا بكلم حضرتك النهاردة دلوقتي حالا اعلانات هذه القائمة موجودة في كل شوارع مصر، وفي القاهرة موجود اعلانات في حب مصر برلمان 2015 قبل حتى فتح معاد الانتخابات رسميا أو بدء الدعاية الانتخابية رسمية. يعني كل ذلك يا دكتور ياسر يعزز اتجاه حزب الوفد لمقاطعة المشاركة في الانتخابات؟ الوفد أعتقد ذلك، يعني أعتقد أنه يعني قد الوفد ينسحب من انتخابات القوائم والفردي، ويطلق الحرية لأعضائه زي خصوصا اللي عاوز يدخل كمستقل، يعني يدخل كمستقل. أما الوفد رسميا يعني هناك اتجاه لدى بعض اعضاء الهيئه العليا اللي انا اتصلت بيهم الى الان يعني الى المقاطعه. وعلى فكره بالمناسبه كان الاتجاه في في في, في اجتماع الهيئه العليا السابق من حوالي اسبوعين كان هناك اتجاه الى المقاطعه، يعني كانت الاتجاه الى المقاطعه، وكان بيقاومها الدكتور السيد البدوي وبيحاول يعطي مجال الى يعني اطول نفس ممكن الى الوصول الى حلول سياسية ترضي، يعني تجعل المشهد الانتخابي والبرلمان القادم معبر عن الشعب. ولذلك تم تأجيل اجتماع الهيئة العليا حتى نصل أيضا محاولة أخيرة
الى يعني قائمة وطنية يعني ترضى الشعب. احنا لنا اعتراضات على بعض الاسماء في القائمة، يعني مش الوقت اللي يطلق يعني يرسل الى اللواء سامح سيف اليدل 60 اسم فيقول له احنا قبلنا 20، لا يعني في اسماء موجودة في قائمة اللواء سيف اليدل كانت في اساسا اعضاء في الوفد، ونحن عارفين يعني قوتهم في الشارع وقدرهم، لا هم لا يمثلوا ثقة لا سياسي ولا انتخابي. نعم طبعا المشهد كده مشهد طبعا لا يعني لا يبشر ان احنا داخلين الى معركة انتخابية نزيهة، ومن الافضل للوفد ان ينسحب بهدوء دون إثارة للبتاع، وان نترك الانتخابات اذا كانت الرغبة ان يكون هناك الانتخابات دي يمثلها مستقلين غير حزبيين، فنتركها يعني للمستقلين يعني. نعم. ولنترك بقى العمليات الديمقراطيه وتاسيسها وتكوينها الى ايام اخرى قادمه. يعني المشهد السياسي الان اعتقد انه مشهد ضد الاحزاب بشكل يعني مبالغ فيه. نعم. اشكرك دكتور ياسر حساني عضو الهيئه العليا لحزب الوفد. برحب مره اخرى بالدكتوره سعاد الخولي نائب محافظ الاسكندريه والدكتوره منال عوض نائب محافظ الجيزه، نورتونا في الحياه اليوم. دكتوره سعاد، اختيارك لنائب محافظ عاصمة الثغر زي ما بيسمى تسمى الإسكندرية، ازاي تلقيتيه؟ هو طبعا انا استقبلت الترشيح الاول بتخوف الحقيقة، يعني لان هي مسؤولية كبيرة جدا قبل اي حاجة، مش تخوف من طبيعة العمل، لا ان احنا واخدين على الكلام ده العمل الميداني في طبيعتنا، ولكن انا تخوفت من المسؤولية في الفترة دي بالتحديد. ولكن الحقيقة انا اللي شجعني على كده إن المناخ اللي بنشتغل فيه دلوقتي، القيادة السياسية قيادة يعني شفافة جدا وواضحة وصريحة وأمينة وما بتخبيش حاجة. والحقيقة لما قعدنا مع السيد الرئيس بعد حلف اليمين وضح لنا يعني قد إيه إحنا في فترة محتاجة تضافر كل الجهود، ومحتاج إن كل الناس تشتغل، الشباب والمرأة والرجال، وأنا كان عندي رغبة قوية جدا إن أنا أعمل في المناخ ده بالتحديد. الحقيقه كان عندي رغبه ان انا اخدم مصر في التوقيت ده بالتحديد. حضرتك قبل اختيارك كنائب محافظ الاسكندريه كنت بتشتغلي؟ انا كنت وكيل اول وزاره الزراعه، مدير الطب البيطري للقاهره، محافظه القاهره. محافظه القاهره بالظبط. طيب من القاهره الى الاسكندريه ده مش يعني ملفات مختلفه شويه؟ لا هي مش مختلفه ولا حاجه، لاني انا طبعا انا بشتغل في مجال عملي في المديريات الخدميه من يوم ما اتخرجت يعني تقريبا. فالحقيقة كل المديريات الخدمية شغلها التنفيذي إدارة محلية يتبع الإدارة المحلية، يعني مش جديدة على الإدارة المحلية. وبالتالي يعني إحنا الاجتماعات التنفيذية اللي بنحضرها شهريا في المحافظات، أنا اشتغلت في المحافظة في محافظة القاهرة مع 4 محافظين تقريبا، أحب في برنامج حضرتك الكريم أني أوجه لهم جميعا الشكر، لأن كل محافظ خدمت معاه الحقيقة يعني ساب بصمة كبيرة وصاحب فضل عليا، وتعلمت منه شيء كبير قوي في الإدارة المحلية. نعم. من الإدارة المحلية لنائب محافظ هي يعني نفس الملفات بتطرح في الاجتماعات ونفس الكلام بيتقال، والمشاكل أعتقد في جمهورية مصر العربية بتعتبر واحدة في معظم الملفات. ده بالنسبة للإسكندرية. بالنسبة للجيزة دكتورة منال، كيف استقبلت نبأ تعيينك نائب محافظ؟ طبعا هو يعتبر ده تقدير طبعا من القيادات ان اختارونا نائب محافظ، وانا فرحت طبعا انهم بدأوا يفكروا في المرأة ان تتحط في المكان ده، وده تجربة كويسة عشان تأهيل للمرأة انها تكون الخطوة الجاية ان شاء الله محافظ. بس يعني كل الناس او خلينا نقول معظم الناس توقع ان يكون في تعيين للمرأة كمحافظ، ده ما حصلش. خطوة عشان المرة الجاية ان شاء الله يبقوا مؤهلين ان احنا نبقى محافظ ان شاء الله. طيب مين اللي اتصل بحضرتك وقال لك تم اختيارك؟ لا احنا في الاول طبعا اللواء عادل لبيب اتصل بينا، وعملنا بعد كده كشف طبي، وبعد كده كان لينا لقاء مع رئيس الوزراء كذا مرة. دي اللقاءات التي لم تعلن. طبعا علشان هو لازم بيقابل ناس اكتر، بيقابل يعني ناس اكتر يعني. كل المرشحين بيقابلهم زي كشف هيئة كده. ايوه. فتقابلنا اكتر من مره مع سياده رئيس الوزراء، وتقابلنا اكتر من مره مع اللواء عادل لبيب، وبعد كده عملنا الكشف الطبي وكنا مستعدين يعني للحركه. حضرتك برضو يعني قبل ما تروحي لهذا المنصب كنت بتشغلي اي منصب؟ انا وكيله معهد بحوث الامصال واللقاحات. تمام. هيئة التدريس يعني. وفزتي بجائزة الدولة التشجيعية في العلوم الزراعية سنة 2007. ايوه. دي حاجة برضو مشجعة. طبعا. طيب
قبل ما نتكلم عن الملفات برضو يعني الخطوط العريضة ليها دكتورة سعاد، حضرتك أشرتي إلى توجيهات أو حوار دار بينكم وبين رئيس الجمهورية، إيه اللي دار فيه تحديدا؟ لا هو كان مجرد يعني لقاء بعد حلف اليمين، ما أدينا اليمين. الحقيقة هو يعني معالي السيد رئيس الجمهورية عمل تقليد جميل جدا، إنه قابل المحافظين السابقين والتقى بعد كده بالجدد، ووصى انه هيبقى فيه زي بروتوكول تسليم وتسلم للسلطه في المحافظات. فدي حاجه غير مسبوقه وحاجه جميله ان احنا بنكمل مشوار المحافظين السابقين. يعني مش كل محافظ يمشي تاني يوم يروح حد مكتبه وكانه غير موجود. ده حصل فعلا في اسكندريه طبعا، اللي هو طارق المهدي وما زال لسه موجود في اسكندريه، لسه موجود حضرتك. وعملنا فعلا بروتوكول تسليم وتسلم بين الساده المحافظين السابق والحالي، وفي حضور يعني معظم قيادات المحافظه، وبيحضر بنحضر معاه لقاءات متعدده يوميا بيناقشوا فيها مع بعض الملفات، ايه اللي اول حاجه ابتداها، ايه واقف عند اي مرحله، واحنا هنكمل ازاي بعد كده. ده الحقيقه بيوفر الوقت وبيوفر الجهد، وبيخلي ان اللي رايح جديد في المكان ده عنده خبره في فتره 15 يوم على الاقل بالمواضيع، ونعرف احنا هنشتغل هنحط رجلنا بعد ال 15 يوم فين، ما نقعدش لسه نبدا ندور هو كان بيعمل ايه قبل كده. فالحقيقه هو يعني التصرف غير مسبوق، وانا الحقيقه يعني بهني القياده السياسيه عليه. اولا فيها تقدير للمحافظ السابق، وفيها تشجيع وللمحافظ الجديد، ان احنا داخلين على ناس شغاله قبلنا في المكان ده وبيفتحوا لنا الملفات وبيقروا معانا. فدي حاجه جميله عن الحقيقه، احنا بنشكر عليها السيد الرئيس ان هو اتاح لنا الفرصه دي. يعني نفس الموضوع حصل برضه في الجيزه، عملنا ندوه طبعا مع المحافظ السابق، وفتح لنا كل الملفات اللي هم اشتغلوا فيها في السنين اللي فاتت عشان نقدر احنا نكمل على نفس الخط، ونشوف في بعض الأماكن اللي كان فيها عشوائيات، وفي مباني جديدة لازم تتسلم للشباب، وفي ملفات تانية كتيرة. فطبعا لازم نعمل، عملنا زي وركشوب كده، عرفنا كل الحاجات اللي المفروض ان احنا نكملها. واحنا برضو ان شاء الله يوم الاحد عاملين له حفلة للدكتور علي عبد الرحمن، الدكتور علي عبد الرحمن، عشان حفلة التقدير ليه طبعا. وكذا كذا كذا لقاء عملناه معاه من الأسبوع اللي فات كله. يعني هل حضرتك كنت تعرفي المحافظ الجديد قبل ما؟ لا يعني خالص. يعني ايه؟ تعرفنا مع بعض يوم حلف اليمين. يوم حلف اليمين. معلش اسم المحافظ الجديد؟ الدكتور خالد العدلي. الدكتور خالد العدلي. هل دار بينكم مثلا، انتوا بتتقابلوا دلوقتي كل يوم؟ طبعا. اكيد. طيب هل فهمتي منه في اول لقاء انه ملفات معينه تتولاها الدكتوره منال عوض؟ أنا اتفوضت من سيادته في خدمة المجتمع وتنمية البيئة. خدمة المجتمع وتنمية البيئة دي فيها ملفات متعددة، الجمعيات الأهلية، المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والعشوائيات، والنظافة، ونظافة الأحياء والمدن والقرى، المرأة. تقريبا كل الملفات. تقريبا كل الملفات. ومحافظ الجيزة عنده نائب واحد. اثنين، نائب احياء ونائب مدن ومراكز، وانا ثلاثه كده، اللي هي الملفات نقدر نقول عليها الملفات الخدميه. الخدميه. طيب يمكن برضو نفس السؤال للدكتوره سعاد، هل في ملفات معينه حضرتك تتوليها في الاسكندريه؟ طبعا احنا ما ابتدينا العمل. يعني كم نائب؟ انا افندم كم نائب؟ لا هو نائب واحد لاسكندريه. ولما ابتدينا العمل انا ومعالي الوزير محافظ اسكندريه الدكتور هاني المسيري الحقيقه، وبرضو انا بنوه ان في احتفال بالمحافظ السابق يوم الاربعاء ان شاء الله في اسكندريه. ده كان مقرر من قبل ولا لما سمعت الدكتوره منال قالت؟ لا 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 حضرتك، ده كان مقرر فعلا، بس انا يعني ما حبيتش اعلن انه في احتفال، انما هو لانه تقريبا هيكون يمكن اخر يوم او يعني فاضل له يوم او حاجه، فقررنا ان احنا نعمل الاحتفال بعد ما نرجع من التريننج. احنا عندنا تريننج في الاداره المحليه في وزاره التنميه المحليه عاملاه من يوم الاحد ليوم الثلاث، فلما هنرجع الاربعاء ان شاء الله هنعمل الاحتفال ده، وده مترتب له. التنسيق بيني وبين معالي الوزير المحافظ ان هو الحقيقه برضو يعني مفوضني في ملفات مجتمعيه ميدانيه اهمها النظافه والصرف الصحي
والإزالات والمخالفات. مشكلة كبيرة الفترة اللي فاتت في الصرف الصحي في اسكندرية. طبعا طبعا الحقيقة احنا احنا حضرتك عملنا لقاءات عديدة جدا مع الجهات المسؤولة عن النظافة والصرف الصحي والإزالات والتحسين والتعديات، وكمان في عدة مشاكل مهمة جدا بتمثل أهمية ويمكن القيادة السياسية في مصر مهتمة بها شخصيا، ودي احنا بنوليها اهتمام خاص منها يعني حاجة من حاجات الصرف الصحي، والحقيقة الوزير المحافظ بيهتم بنفسه بالحاجات دي وبننزل وبنشوف الأماكن. يعني احنا العملية مش مجرد ان احنا بننقل سلطة او بنسلم ونستلم او بنفحص على الورق، لا احنا كل ملف بنتكلم فيه بنروح قايمين رايحين له، بنشوف عينات منه، بنشوف على الواقع فين المكان ده. في تواصل بيننا وبين الشباب، في تواصل بيننا وبين الميديا، في تواصل بيننا وبين ادارات المحافظه كلها. الحقيقه احنا منظمين دوت، وفي تقسيم للمهام بيني وبين معالي الوزير المحافظ، وهو مفوضني في ملفات زي ما قلت لحضرتك مجتمعيه وخدميه. تمام. يمكن لو سالت الدكتوره منال اول يوم دخلت فيه المحافظه بقى، يعني احكي لنا ازاي كان الاستقبال، عملتي ايه في هذا اليوم؟ احنا من اول يوم وصلنا، احنا كنا متفقين انا وسيادة المحافظ لما تقابلنا في حلف اليمين ان احنا هنروح بدري من الساعه 7، فوصلنا الساعه 7 المحافظه، وطبعا اتقابلنا بالادارات المختلفه والنواب السابقين اللي كانوا موجودين يعني، وعرفونا بالخريطه بتاعه المحافظه. طبعا احنا ما كناش، محافظه الجيزه محافظه كبيره جدا، فما كناش عارفين حدودها قد ايه والمدن ولا القرى اللي فيها. عرفونا، جابوا لنا خريطه وعرفونا بكل المشاكل اللي عندهم والحاجات اللي المشروعات اللي قائمه ولسه تستكمل، وتعرفنا على جميع الادارات. ومن تاني يوم على طول بدانا ان احنا ننزل زيارات، فنزلنا زيارات ميدانيه. رحتوا فين؟ رحنا اول يوم شارع الهرم، زرنا بعض المدارس في الجزء بتاع جنب اسم الطلبيه كده وشارع الهرم كله، زرنا كذا مدرسه. ويمكن بعديها بيوم رحنا بقى مراكز ومدن، رحنا العياط ورحنا البدرشين والحوامديه، ويعني كل يوم بنعمل الجزء الاولاني الصبح ده زياره ميدانيه، وبعد كده بنرجع المحافظه وبنقعد من 7 ل 10 بالليل. 7 ل 10 بالليل؟ يوميا من 7 ل 10 بالليل. يعني من 7 الصبح ل 10 بالليل. كام؟ 15 ساعة؟ 15 ساعة. ما هو كان في تصريح لرئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب إنه اعتمد أو من ضمن المعايير الأساسية لاختيار المحافظين إنهم يقدروا يشتغلوا 15 ساعة. هو الحقيقة ده السؤال طرحه علي دولة رئيس الوزراء. قال لك تقدري تشتغلي 15 ساعة؟ المهندس إبراهيم محلب قال لي، لا هو ما قاليش بالعدد، إنما قال لي إن الإدارة المحلية شغلها صعب وتوقيتاتها صعبة. فأنا كان ردي إن أنا اتعودت على كده في مجال عملي. بس في ناس انتقدت المساله دي، قال لك يعني هو يعني بعدد الساعات المفترض بالانتاج. ما هو عدد الساعات هيدي انتاج؟ لا مش ضروري. لا ضروري، مش ضروري. اذا كنا احنا بنروح واحنا يعني لسه عايزين نشتغل تاني يعني، يبقوا انتم من طراز تاني من البشر. انما البشر هو كده. الانسان العادي بيتعب، انتم ما بتتعبوش؟ لا ما بنتعبش. حضرتك برضه نفس الحكايه؟ حب مصر. لا حضرتك اللي هو اليوم لو تقسم جزء زيارات ميدانيه وجزء في المحافظه، وخصوصا في الاول خالص لازم لسه في حاجات كتير لازم تتعرف عليها. لازم، واحنا عايزين ننجز بسرعه، عايزين نتعرف نختصر وقت التعارف ده ونلم بالحاجات بسرعه عشان بعد كده نقدر بعد كده نشتغل بقى. فطبعا لما حضرتك في شكاوى بتيجي من المواطنين وبننزل، وبالفعل جات لنا شكاوى من المواطنين عن على ترعه المريوطيه ونزلنا. فاليوم يعني من 15 ساعه يا دوبك، لو جزء من اليوم خدنا زيارات ميدانيه والباقي شفنا البوسطه والشغل والحاجات. طب والزيارات الميدانيه دي لازم تستمر على طول يعني؟ في الاول لازم نتعرف على المحافظه. وبعدين احنا بننزل زيارات كمان غير التعرف على المحافظه، احنا بننزل زيارات علشان الشكاوي اللي بتيجي. لازم يعني كان من اول في سياده الرئيس لما قعد معانا اول يوم، من اول الطلبات اللي طلبها لينا ان احنا لازم التواصل مع المواطن، دي اهم حاجه. ففعلا لما يبقى في مواطن عنده شكوى مستمره وكم مره بعد بيها، فلازم ننزل، لازم نستجيب طبعا وننزل نتكلم مع المواطنين ونشوف شكواهم يعني. وبالفعل احنا نزلنا كذا مره لكذا شكوى على ترعه المريوطيه وترعه المنصوريه الاسبوع اللي فات ده. فهو اليوم طبيعي يا دوبك 15 ساعه يعني. نعم. طيب احنا هنكمل مع حضراتكم هذا الحوار، نتعرف على ملامح الرؤيه عند كل نائب لمحافظ الاسكندريه والجيزه، ايه الرؤيه العامه لحلول بيقدموها
لمشاكل المحافظه علشان ما يبقاش يعني التغيير تغيير وجوه، يعني ده المطلوب من الناس يعني او اللي بيطلبوا اهالي كل محافظه، انه مش عايزين تغيير وجوه، عايزين يعني يشوفوا نتائج لسياسات معينه. نكمل مع الدكتوره سعاد الخولي نائب محافظ الاسكندريه، الدكتوره منال عوض نائب محافظ الجيزه بعد الفاصل ان شاء الله. بتتابع الخارجيه الاجهزه مجلس الوزراء، هناك توثيق كامل كان يجب علينا ان احنا نقعد مع اهلنا ونقول لهم ان الدوله بكاملها واقفه معاهم ومستنفره، ولكن هو الاهم من هذا ان انا اقول ان هذه الدوله الحمد لله شعبها واعي للاستهداف، هناك استهداف مخطط لهدم هذه الدولة. ربنا سبحانه وتعالى يحميها بشعبها بجيشها بجميع الأجهزة، لأن الأمور واضحة. الأمور واضحة، وإن احنا فعلا اتفقنا جميعا إن احنا هندفع الثمن، والثمن ساعات بيبقى غالي، لكن البلد غالية علينا وكل واحد فينا مستعد إنه يدفع هذا الثمن. وبالتالي يمكن في هذه اللحظات بيبقى جاء وقت الاصطفاف وجاء وقت ان احنا نقف كلنا كجبهة وطنية واحدة نحمي هذا البلد، هذه البلد. وجود اي شرخ في الجبهة الوطنية، وجود اي نوع من المزايدة او اللعب بمقدرات هذه البلد، انا الحقيقة بعتبره نوع من خيانة لهذه البلد. مرحبا بحضراتكم مرة ثانية في الحياة اليوم، وبنواصل حوارنا مع الدكتورة سعاد الخولي نائب محافظ اسكندرية والدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة. برحب بحضراتكم مرة أخرى. وطبعا اللي احنا شفناه دلوقتي ده جانب من المؤتمر الصحفي اللي عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بعد لقائه مع مجموعة من أهالي المصريين المختطفين في ليبيا. يعني نتمنى من الله أن تنتهي هذه الأزمة على خير بإذن الله، ويعود كل مصري مختطف إلى أهله وناسه ووطنه بإذن الله. نكمل موضوع تعيين نائبات للمحافظ من السيدات. مش عارف، عندي سؤال للدكتورة سعاد، لما أسرة حضرتك عرفت أنك تعينت نائب محافظ إيه كان رد فعلهم؟ والله يعني هم طبعا فرحوا زي أي حد فرح لي بيحبني، لكن هم طبعا كانوا هيفتقدوني وبيكلموني كل يوم، بس ما بردش عليهم لاني مش لاقيه وقت. ولما بروح بالليل ببقى عايزه انام فما بكلمهمش. فهم قطعت الاتصالات، قطعت الاتصالات بيني وبينهم. يمكن هو ده بس اللي بيزعل. بس هم فرحوا لتعيينك؟ طبعا فرحوا. حد يفرح دلوقتي حتى لو تعين وزير؟ هم فرحوا يمكن علشان حاسين ان دي طبيعتي، انا بحب اشتغل وبحب اخدم الناس جدا، وعارفين ان انا بحب النوع ده من العمل. هم فرحوا، حاجه جايه لوالدتهم وفرحوا. هل يا دكتورة منال انه نائب محافظ بما له من سلطة تنفيذية يناسب المرأة؟ ازاي؟ لا، المرأة اثبتت وجودها في كل حاجة. ده انا يا دوب بسمع صوتك، يعني انت يعني انت رقيقة وكده، يعني يعني ازاي هتتعاملي ما في يعني الشوارع؟ لا يا فندم، انت رأي حد رأي حد بالوجود. بس لا حضرتك يعني المسألة مش صوتك مسموع يا دكتورة. المسألة مش مسألة زعيق ولا صوت، المسألة مسألة لازم طبعا نتفاهم مع الناس، لأن الناس دلوقتي صبرها نفس والموضوع محتاج تفاهم وصبر شوية. الطلبات كتير والإمكانيات قليلة، فمش المسألة اللي هو الصوت العالي وخلاص، لا، لازم نتفاهم ونوصل لهم المعلومة اللي احنا عايزين نقولها لهم عشان يصبروا علينا شوية، علشان نقدر نعمل لهم اللي هم عايزينه. ولازم مش مفيش مشكله تتحل احنا نقدر نحلها لوحدنا، لو ما كانش الناس هتتعاون معانا مش هينفع ان تتحل لوحدها، لان الامكانيات قليله والوضع زي ما انت شايفه كده دلوقتي في البلد ما يسمحش ان احنا لا نقهر حد ولا نزعل حد ولا كده خالص. لازم نتفاهم الاول. لو انت كمواطن وصلتك المعلومه صح وحلقت حد يسمعك ويرد عليك، خلاص ما مش محتاجه اكتر من كده يعني. طب أسرة حضرتك برضو إزاي استقبلت تعيينك؟
هو جزء زعل وجزء فرح يعني. في جزء قال زعل عشان هيفتقدني طبعا أكترية الوقت، دلوقتي انا ما بشوفهمش، اعتبر ما بشوفهمش. وفي جزء اعتبر ان ده التكريم ليا وحق، وان انت تستاهليها، وان عايزين نشوف بقى شغل على الارض وكده يعني. في نص نص، في انقسام يعني. 50% كده و50% كده. دكتوره سعاد، يعني خلينا نشوف مع بعض دلوقتي عينة عشوائية من المواطنين المصريين بتقول رأيها في مسألة تعيين المرأة كنائب محافظ أو حتى كمحافظ. نشوف مع بعض ونرجع للدكتورة سعاد والدكتورة منال. في كل مكان بتعمله أدام هي حابة المكان وحابة شغلها أكيد هتنجح في كل مكان، وست قدها ودود على فكرة، في كل مكان بتتحط فيه بتنجح فيه. بالنسبة للسيدات اللي تعين نواب محافظ، هو يصح ماشي، يصح انه يتعين نائب محافظ، لكن لا يصح انهم يكونوا محافظ. اكتفي بتعيينها نائب محافظ على ان كل واحد ليه مستواه في المجتمع، وبعدين هي اكيد الراجل يعني ليه قدره اعلى منها، فهي كفايه ان تبقى نائب. احنا دلوقتي بنطبق مبدا المساواه بين الراجل والست، فعادي ان هي تبقى نائب المحافظ، وكمان ممكن بعد كده تبقى محافظ عادي جدا. الست اولا تنفع نائب بس ما تنفعش محافظ، لان طبيعه الست اصلا عندها النوع العاطفه، فطبعا عندها اللي هي الامومه بتتغلب على الشخصيه بتاعتها، فمهما كان مش هتقدر تواصل انها تكون محافظه. وبعدين المحافظ عنده عمل كتير جدا شاق، ان هو ممكن ينزل للشارع يشوف مشاكل الناس ويتعامل معاهم، اما الست مش هتقدر. انا شايف ان السيده تنفع تعين في اي منصب، لان انا شايف ان المراه نص المجتمع، ويعني في حاجه زي هي فور شي دي اتعملت مثلا في بريطانيا علشان تنادي على حقوق المراه، لكن ان المراه ان هي تبقى محافظ يعني محافظ كده ما تنفعش، لان مثلا في عندنا حديث شريف فيما معناه اللي هو لا تولوا اموركم الى امراه، فما اعتقدش ان المراه ممكن تبقى محافظ في يوم من الايام، تتولى اي منصب اي نعم، بس ما يبقاش منصب بيبقى اداري على الكل. انا شايف ان الاكفى والاقدر سواء كان ست سواء كان راجل يتحط في المكان المناسب، اذا اثبت فيه كفاءه اثبت فيه نجاح ماشي ندي فرصه ثاني. انا رايي ان هي هتنجح يعني ان شاء الله، واعتقد من رايي انا اكتفي بان عينها نائب بس. اي سته واي راجل عارف ربنا بيشتغل بضمير، اذا ما هي تنجح في اعمالها ربنا يوفقها تبقى محافظ، مش مشكله يعني. اهم شيء اللي هي تعمل ضميرها متكيه ربنا، وتشوف المحافظه عايزه ايه مشاكلها وحلها من ناحيه كهرباء مجاري مدارس، تقف واقفه جنب مع الناس يعني عشان الناس تحبها وتراعيها وتشكر فيها، دي اهم شيء. ربنا وفقها ونجحت في اعمالها تمسك محافظ تمسك وزير حتى مش مشكله يعني. أنا طبعا مستمتع بكلام الناس وآراء الناس، بس مستمتع أكتر بتعليقات الدكتورة سعاد على كل رأي يعني بتسمعه، فبتعلق تعليق معين خاصة للي بيقولوا يعني الست ما تنفعش نائب محافظ. إيه تعليقك بقى اللي الناس ما سمعتوش؟ لا هو يعني الناس ما يحكموش عاطفة الأمومة، طب ما الأب عنده مشاعر الأبوة يعني، ويعني إيه علاقة الأمومة ومشاعر الأمومة؟ أنا ممكن يصعب عليا راجل فقير قاعد في الشارع من غير أمومة، ممكن يصعب عليا راجل غلبان مش قادر يتلقى خدمة وطنية مصرية، يصعب عليا راجل قاعد في مجاري والمجاري داخل بيته، طب ما دي مشاعر، وأنا لو ما عنديش مشاعر مش هخدم الناس يعني. ده رأيي. أنا بحب الشباب جدا، خلي بال حضرتك الشاب الجميل اللي بيتكلم ده يعني ده زي ولادنا، لكن هو يعني خلي رايه. الست ما تنفعش محافظ، والله هو ادرى اذا كانت تنفع ما تنفعش، بس سيبونا خلينا الاول نجرب. في شابه ايضا فتاه قالت انه جميله مكاب نايك دي جميله، بس احنا بنقول خلينا نكتفي بنائب محافظ الفتره دي، ونجرب الثلاث نائبات هيشتغلوا ازاي. وطبعا يعني دوله رئيس الوزراء قال ان في معايير اداء هي اللي هتقيم الفتره دي، إذا إحنا كانت معايير أدائنا يعني ترشحنا لأي حاجة أقل أو أعلى أهلا بيها، ترشحنا إن إحنا نقعد في البيت أهلا بيها، فإحنا مش هنحكم على نفسنا ونحارب من دلوقتي. طب نسمع تعليق الدكتورة منال على اللي سمعته. لا أنا مش شايفة إن الست ما تنفعش محافظ، لأن أنا الست أثبتت إن هي تقدر تتعامل مع الناس في الشارع أكتر من الراجل، وتقدر الست في بعض الدول الأوروبية وزير دفاع. وبعدين احنا انا من اللي شفته يعني انا احس ان الست عندها اصرار واراده انها توصل اكتر من الراجل.
يعني شايفة أن الست تنفع نائب محافظ ومحافظ كمان. يعني الفترة اللي جاية أو المرحلة اللي جاية هنشوف ستات يعني سيدات محافظ. إحنا رتمنا في الأداء عالي وسريع وبنحب ننجز بسرعة، ويمكن ده إن شاء الله يخلي الشارع يقتنع أن الست تبقى محافظ ورئيس وزراء وكل حاجة. حضرتك استفدتي من عملك السابق في أو هتستفيدي لسه أنت ما اشتغلتيش يعني يدوب 3-4 أيام، هتستفيدي من عملك السابق؟ هو لا شك طبعا دي مرحلة ومجال هيضيف ليا كتير قوي، لأن أنا هيبقى يعني اختلاطي ويعني احتكاكي بالأمور على مستوى أوسع. طب لو في يوم من الأيام اختاروكي محافظ، وإن شاء الله يختاروكي يا دكتورة سعاد، تحبي تختاري أي محافظة أو تتمني؟ أنا أتمنى، لكن أنا ما اختارش طبعا. أنا أخدم في أي موقع، لو في أي مكان يخدم مصر أنا أروح وأشتغل، وأي تكليف من القيادة السياسية أشتغل وأديه باحترام في حب مصر. يعني تجي لنا مثلا في سوهاج، محافظ سوهاج؟ أروح سوهاج وأروح أي مكان، لكن أنا أتمنى أتمنى أخدم في البحر الأحمر. اشمعنى البحر الأحمر؟ أنا عشت فيها 20 سنة وبحب ناسها قوي، وناسها بيحبوني قوي وعارفاها كويس قوي، وخدمت ووصلت فيها لغاية حلايب والشلاتين، لغاية خط عرض 22 كنت بروح وبقعد مع القبائل والمشايخ والسيدات والرجالة والشباب، وكنا بنقعد في الرمل وفي الخيمة. يعني أنا احتكيت بكل مجتمع البحر الأحمر 20 سنة وأنا معروفة هناك وبحب جدا المحافظة دي. والدكتورة منال؟ هي كل محافظة وليها طبيعتها وجوها، وكل محافظة ليها حاجة كويسة فيها، فكل يعني أي محافظة نخدم فيها ما منعش يعني. طيب لما بدأتي أول جولة ميدانية يعني إزاي كان الناس يعني بيتعاملوا معاكي يعني في الشارع وثانيا في المصالح الحكومية اللي حضرتك زرتيها؟ لا، هو الناس كانت مرحبة جدا وخصوصا الستات. أكيد يعني لما دخلنا المدارس لقيت المدرسات كلها ومديرة المدرسة فرحانة، احنا فرحانين قوي إن جات لنا نائب ست برضو في ال وبينادوكي إيه بقى يا ست النائبة؟ لا يا دكتورة، بيقولون يا دكتورة. في برضو في الشارع لما نزلنا عند ترعة المريوطية في سكان كتير نزلوا سلموا عليا، رجالة وستات، بس طبعا الستات مرحبة جامد جدا يعني بينا، وعمالين يقولون بقى احنا عايزين ترفعوا راسنا وعايزين نشوف أداء الستات، عشان احنا عندنا الأمل المرة الجاية تبقى إن شاء الله محافظة بقى في ست محافظة يعني. تمام. دكتورة سعاد، خلينا نتكلم بقى عن انت دلوقتي بتتعرفي على المحافظة، بتتعرفي على الملفات بتاعتها، بس اكيد كده حتى يعني كم هدف كده في البداية انت والمحافظ الجديد؟ طبعا يعني الحقيقة الدكتور هاني المسيري عامل خطة في دماغه هينفذها ان شاء الله، يعني يمكن اول ما نرجع بعد التريننج الاسبوع ده. احنا اولا احنا بنراهن على الشباب وبنراهن على المجتمع المدني، وده على فكرة دي من ضمن توصيات السيد رئيس الجمهورية انه اختلطوا بالمجتمع المدني ويشارك معاكم في الإدارة. المجتمع المدني تقصد ايه مثلا؟ اقصد الجمعيات الأهلية، التجمعات السكانية، كل حاجة حضرتك، في الأحزاب، في كل حاجة يعني، الشباب اللي في الشارع، الميديا، الشباب اللي بتوع الميديا. انا امبارح كنت قاعدة مع مجموعة منهم عندهم حماسة، وانا جاية من اسكندرية النهاردة كلمني شاب جميل جدا بيقول لي انا عندي خطه مبتكره وفكره للتنميه الاداريه او يعني لتطوير الاداء الاداري. قلت له تعالى اول ما نرجع قابل السيد المحافظ واعرض اللي انت عايزه واللي انت عايزينه صح ننفذه. شاب يعني خريج جامعه او أيوة يعني في، وقال لي انا معايا اكتر من 250 شاب زي عايزين. وبعدين السيد المحافظ الحقيقه طرح فكره، يعني لما قعد في المؤتمر الصحفي قال انا عايز اعمل تعبئه عامه من الشباب، ودي هننظمها صح لما نرجع ان شاء الله. يعني تعبئه عامه يعني كل اللي عاوز يأدي بالمشاركه، بالمساعده، بالفكره، رجال الاعمال، المستثمرين، كل واحد عاوز يخدم مصر من خلال القناه الشرعيه اللي هي المحافظه والقياده في المحافظه. اصل مش كل واحد يروح يخدم مع نفسه كده، هيبقى اولا تشتيت وعشوائيه مش هيبان حاجه على ارض الواقع. انما خلينا نصب كلنا في اطار شرعي واحد، وكل اللي عايز يساعد بحاجه يجي، بس في المقابل مش واحد يجي يساعدني كرجل مستثمر ويقول لي انا هعمل كذا في مصر بس انا عاوز النبي كذا، لا كذا دي مرفوضه، دي مرفوضه. دكتوره منال، برضو ملامح خطتك انت والمحافظ الجديد؟ احنا برضو عايزين مشاركه المجتمع المدني لازم، علشان الامكانيات قليله. المجتمع المدني ده انا اكتشفت ان فيه حتى مواطنين بسطاء عاديين جدا بيتصلوا بينا عايزين يعملوا الشارع بتاعهم او الرصيف بتاعهم، هي مجموعه من البازارات، عايزين مثلا يعملوا رصيف بتاعهم بشكل معين، هم هيتكلفوا كل حاجه على حسابهم، مجرد بس عايزين رسم من عندنا عشان يعرفوا حدودهم قد ايه.
في بعض الفنادق عايزه تجمل وتشجر المنطقه اللي حواليها، في رجال اعمال وفي غرفه تجاريه عايزه تساعد، في مجلس المراه عايز يساعد، الاحزاب عايزه تساعد، في ناس كتير جدا عايزه تساعدنا، بس هي مش عارفه الطريق ازاي. فاحنا الواجب علينا ان احنا بس نعرفها الطريق ازاي، وهم بعد كده الامكانيات عندنا ضعيفه، هم يتكلفوا هم امكانياتهم، واحنا نديهم رسومات ونقول لهم حدودكم ازاي، نقول لهم يشتغلوا ازاي، الاداره الهندسيه طبعا تبع المحافظه، علشان بس ما يبقاش فيه مثلا حاجه عشوائيه، حاجه شكلها مش كويس كده، لكن هم لازم بس يعني الحاجات دي كلها حلوه بس هتصطدم بالبيروقراطيه بالقوانين ما احنا لازم بقى احنا لازم نقلل الموضوع البيروقراطيه ده شويه، لان احنا لو فضلنا على الحال ده احنا لازم نصلح، والتصليح مننا من الميزانيه مش سامحه طبعا بكل الطلبات اللي الناس بتطلبها، الناس تطلعاتها كتيره جدا دلوقتي وما عندهاش صبر، فلازم احنا برضو لوحدنا مش هنعرف نعمل حاجه، لازم بالناس. كمان احنا اهم حاجه عندنا في المرحله اللي جايه دي المؤتمر الاقتصادي والانتخابات مجلس الشعب، دي اهم حاجه بنفكر فيها في الوقت اللي جاي ده. فاحنا طبعا احنا في برضو احنا دوره تدريبيه معاهم لغايه يوم الثلاث، وبعد كده احنا اهم حاجه ان احنا عايزين نقعد نعمل خطه لانتخابات مجلس الشعب، عشان محافظه واسعه جدا عندنا وحدودها كتيره، وعلشان كمان المؤتمر الاقتصادي لازم يطلع بشكل يشرف مصر. يعني انتوا برضو مستعدين لانتخابات مجلس الشعب؟ طبعا مجلس النواب. طبعا اكيد، وان شاء الله هنبدا في الاستعداد له اول ما نرجع باذن الله، بالتنسيق طبعا مع الجهات الامنيه، واحنا معولين عليه جامد جدا، ولازم يبقى في تنسيق شديد بيننا وبين بعض. الحوادث اللي حصلت في الفتره الاخيره دي يعني خلت الناس بتقول طب ليه ما يعينوش نائبات نواب المحافظات من اللواءات مثلا، راحوا عينوا ثلاث ستات. ما يمكن احنا لواءات من الباطن يعني ما حدش يعرف. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتورة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية، وأشكر أيضا الدكتورة منال عوض نائب محافظ الجيزة، ربنا يوفقكم إن شاء الله في مهمتكم ويوفق الجميع لما فيه مصلحة الوطن والمواطن. كده تنتهي حلقة النهاردة من الحياة اليوم، زميلتي لبنى بإذن الله تشوفكم بكرة، تقابلكم بكرة في الموعد المعتاد الساعة 7 بإذن الله. تصبحوا على خير. We'll be right back.